السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم مادة اللغة العربية للصف الثاني المتوسط، درس الإملاء اللي هو الضاد والظاء. طبعا الضاد والظاء هم حرفان من حروف اللغة العربية، الكثير ما يعرف يفرق بين هذه الحروف اللي هي الضاد والظاء. هسه راح نوضح شلون نفرق بين هذه الحروف بين الضاد والظاء. الضاد والظاء هم حرفان مختلفان من حيث المخرج والرسم، حرفان مختلفان من حيث المخرج والرسم. طبعا الضاد هي اخت الصاد، تسمى الضاد هي اخت الصاد، والظاء هي اخت الطاء. شنو يعني؟ يعني من خلال الرسم، هنا رسم الحرف، الضاد هذه الضاد هي اخت الصاد، لاحظوا مثل الرسم، مثل رسم الحرف، الفرق فقط النقطة. والظاء هي اخت الطاء، مثل ما تلاحظون مثل الرسم، مثل رسم الحرف. فتسمى الضاد هي اخت الصاد، والظاء هي اخت الطاء. زين، شلون نفرق بين هذه الحروف؟ الضاد اللي هي رسمها بهذا الشكل اللي اخت الصاد، عند النطق به يكون اللسان داخل الفم ويرتفع اللسان الى سقف الفم. يعني عند النطق حرف الضاد، عند النطق حرف الضاد اللسان يكون داخل الفم، اللسان يكون داخل الفم. وهسه راح نوضح بالامثله. اللسان يكون داخل الفم ويرتفع اللسان الى السقف، يرتفع اللسان الى سقف الفم. اما الضاء عند النطق به يكون جزء من اللسان خارج الفم، يعني عند النطق بحرف الضاء اللسان يخرج من الاسنان، اللسان يخرج من الاسنان، فيكون جزء من اللسان خارج الفم وأطراف الثنايا العليا. أطراف الثنايا مقصود بها الأسنان الأمامية، يعني اللسان يخرج من الفم، اللسان يخرج من الفم. أما الضاد اللسان يكون داخل الفم عند النطق. مثل إيش؟ طبعا هنا عندنا أمثلة. الحرف الضاد مثل كلمة، مثل كلمة أيضا، مثل كلمة أيضا. إذا تلاحظون من خلال النطق أيضا، الضاد اللسان ما طلع من الفم، مثل عندنا بضع، لاحظوا بضع، اللسان ارتفع، ارتفع الى سقف الفم. زين، مثل عندنا البغضاء كذلك تلاحظون اللسان يرتفع الى سقف الفم. مثل عندنا تحريض، مثل عندنا محضر، مثل عندنا خبوع، ضرس، ضلع، هضم، غضة، ظلة. اذا تلاحظون انه عند النطق حرف الضاد اللسان يبقى داخل الفم، أما عند النطق حرف الظاء اللسان يخرج من الفم. مثل إيش؟ مثل كلمة حظ، حظ. إذا تلاحظون هسوي تجربون إنه اللسان يخرج من الفم. حظ، حفظ، حفظ، لاحظوا اللسان عند النطق يخرج من الفم. كذلك حظر، الحظوة، ظلم، ظرف، الظن، الظفر، الكاظم، النظافة، المواظبة. من تنطقون هذه الكلمات تلاحظون اللسان يخرج من الفم. فهذه أبسط وسيلة نقدر نستعملها للفرق بين الضاد والظاء. الضاد عند النطق حرف الضاد اللسان يبقى داخل الفم ويرتفع إلى السقف، أما حرف الظاء فاللسان يخرج من الفم. طبعا الكلمات اللي ينطق بها حرف الضاء هي 32 كلمة موجودة عندكم بالكتاب. يا ريت لو تحفظون هذه الكلمات، لأن هي فقط هذه الكلمات محدودة. طبعا هذه الكلمات هي فقط التي تكتب بها حرف الضاء، يعني إذا حفظتوا هذه الكلمات راح يسيطرون على حرف الضاد. يعني غير هذه الكلمات هي تكتب بحرف الضاد، صار واضح؟ زين، فقط هذه الكلمات لا، هي ومشتقاتها. يعني شنو هي ومشتقاتها؟ مثلا هنا عندنا كلمة النظافة، النظافة هي ومشتقاتها، يعني الفعل الماضي والفعل الأمر والفعل المضارع جميعها تكتب بحرف الضاء. مثلا نظف، ينظف، نظف. مثلا هنا عندنا حفظ، يحفظ، حافظ، محفوظ، محفظة. يعني هذه الكلمة هي ومشتقاتها تكتب بحرف الضاء. مثل عندنا لفظ، يلفظ، أو هنا عندنا نظر، ينظر، انظر، نظرة. جميع مشتقات الكلمة تكتب بحرف الضاء، صار واضح؟
إذن هنا عندنا هذه الكلمات التي تلفظ بحرف الظاء، وهنا عندنا الكلمات التي تكتب بحرف الضاد. طبعا هنا أنا ما كتبتها كل الكلمات لأن موجودة عندكم بالقاعدة بالكتاب، يقدرون تراجعونها. زين، هنا عندنا كلمات مرة تكتب بحرف الضاد ومرة تكتب بحرف الظاء، فهنا شلون أفرق بيناتهم؟ طبعا تفرق بيناتهم من خلال المعنى، من خلال المعنى ومن خلال مخرج الحرف. هنا عندنا هذه الضاد، الضاد اللي عليها فتحة، هنا اللفظ مالتها راح يصير ضلال ضلال ضلال، فهنا المعنى مالتها هي أضاع الطريق، أضاع الطريق، ضلال يعني أضاع الطريق، يعني تاه، شلون نقول تاه؟ تاه عن الطريق. زين، فهنا تكتب بحرف الضاد. أما هنا عندنا ظلال ظلال، لحظة، هنا عندنا كسرة، ظلال ظلال، إذا جربونها هسه وتنطقونها تلاحظون إنه اللسان يخرج من الفم. ظلال، هنا عندنا ظلال هو جمع ظل، الظلال هو جمع ظل، اللي هو هنا عندنا هذا الظل، الظل اللي هو من الكلمات التي تكتب بحرف الظاء. صار واضح؟ إذن هنا إذا أكو كلمة مرة تكتب بحرف الضاد ومرة تكتب بحرف الظاء، فهنا راح يكون الاختلاف بالمعنى، الاختلاف بالمعنى وكذلك الاختلاف في مخرج الحرف. هسه نجي إلى حل التمرينات. التمرين الأول، لماذا نقول الضاد أخت الصاد والظاء أخت الطاء وما الفرق بينهما في النطق؟ هنا نقول حرف الضاد هو يخرج عند النطق به من أحدى حافتي اللسان مما يلي الأضراس، وحرف الظاء يخرج من مقدمة اللسان، النطق عند النطق بحرف الظاء يخرج من مقدمة اللسان مع أطراف الثنايا العليا قرب اللثة، هذه موجودة عندكم بالقاعدة. زين، هنا عندنا التمرين الثاني، استخرج مما يلي الكلمات التي تضمن ضاد أو ظاء وصنفها على وفق ذلك. يعني هنا راح نصنف هذه الكلمات الموجودة في هذه النقاط إلى حرف الضاد وحرف الظاء. زين، هنا عندنا هذه الكلمات، مثل عندنا هنا مرض، مرض مثل ما تلاحظون هنا حرف الضاد، ينظرون حرف الظاء، نظر حرف الظاء، فهنا راح نسوي جدول ونصنفها، هنا حرف الضاد وهنا حرف الظاء. عندنا أولا مرض بحرف الضاد، وينظرون ونظر بحرف الظاء. زين، هنا عندنا النقطة الثانية، ظنه، وهنا كذلك عندنا ظنه، طبعا هذه هنا كتبت بالحرف الضاد وهنا عندنا بحرف الظاء اللي هو ظن. طبعا هنا الاختلاف بالمعنى، الاختلاف بالمعنى، هنا عندنا ظن بمعنى البخل، وهنا عندنا ظن بمعنى الشك، بمعنى الشك، من افعال الشك. زين، نقطه ثلاثه، هنا عندنا ضمن ظرفا وظفر، هذه هنا عندنا ضمن هي من الكلمات التي تكتب بحرف الضاد، وهنا عندنا الحرف الضاء هو ظرف وظرفا وتظفر. النقطة الرابعة، هنا عندنا النظام والمواظبة بحرف الضاء والفرضان بحرف الضاد. صار واضح؟ زين، النقطة الأخيرة، هنا عندنا الظلم والضعيف، الضعيف بحرف الضاد والظلم بحرف الضاء. هاي هنا نصنف هذه الكلمات. زين، التمرين الثالث، هنا يقول اختر الحرف المناسب من بين القوسين وعد كتابة الكلمة. هنا مثل ما تلاحظون هذه الحروف، طبعا راح هنا نسويها كلمة، مفرو، هنا نختار الضاد لو الضاء، فهنا نقول مفروضة، مفروضة، هنا شنو؟ حرف الضاد، حرف الضاد، مفروضة. زين، هنا عندنا الوظيفة اللي هي حرف الضاء. زين، هنا عندنا اللحظة حرف الضاء. زين، هنا نقول أضلاع، هنا حرف الضاد، وهنا نقول استفاضة كذلك حرف الضاد. فهذه هنا عندنا الكلمات، مفروضة، الوظيفة، اللحظة، أضلاع، واستفاض. التمرين الرابع، هنا عندنا التمرين الرابع يقول اقرأ الجمل التالية ثم بين الفرق في نطق الضاء والضاد في الكلمات الواردة. شنو الفرق بين ناظرة وناظرة؟ هنا طبعا تكتب بالضاد وهنا بالضاء. هنا طبعا الاختلاف بالمعنى واختلاف بالنطق، بالنطق هنا اللسان لم يخرج من الفم، أما هنا عندنا ناظرة اللسان يخرج من الفم. هذه شنو معناها؟ هنا معناها الناظرة بمعنى النظارة، بمعنى الجميلة، أما الناظرة بمعنى النظر. صار واضح؟
نقطة ثانية، ظل السائح طريقه فظل واقفا يتلفت. هنا ظل السائح طريقه، هنا عندنا ظل بمعنى انه هو اضاع الطريق، اضاع الطريق بمعنى تاه. اما هنا ظل واقفا، ظل هنا بمعنى الاستمرارية، بمعنى الاستمرارية. زين، نقطة ثلاثة، تلك شجرة نظرة ليس لها نظير بين الأشجار. هنا عندنا نظرة اللي هي تكون بحرف الضاد، كذلك بمعنى الجميلة يعني من النظارة. أما النظير هي بمعنى الشبيه، ليس لها نظير بين الأشجار يعني ليس لها شبيه. صار واضح؟ زين، نقطة الرابعة، ظفرت البنت شعرها فظفرت بهدية من أمها. هنا شنو الفرق؟ طبعا هنا عندنا ظفرت هي بحرف الضاد اللي بالنطق اللسان لم يخرج من الفم، بمعنى نسجت، نسجت البنت شعرها. أما هنا عندنا ظفرت بهدية من أمها، هنا طبعا اللسان يخرج من الفم لأنها هنا عندنا بحرف الضاء، معناها أنه هي حصلت بهدية من أمها. نقطة الخامسة، هنا عندنا الحضيض المحظوظ والحضيض منخفض الجبل. هنا عندنا الحضيض بمعنى الشخص المحظوظ، الشخص المحظوظ يعني من الحظ، فهنا يكون بحرف الضاء. أما الحضيض بمعنى المنخفض يعني انخفاض، انخفاض، حضيض، منخفض، فيكون بحرف الضاد. صار واضح؟ طبعا وهذه هنا الحل التمرين الرابع. صار واضح اختلاف باللفظ والاختلاف بالمعنى. وبالتوفيق إن شاء الله، ومع السلامة.